يسعد صباحك يسعد مساكي أرض الجزائر بعشق هواكي اسأل التاريخ عن اللي جاكي تشهد الشهداء برضك مدفونة فلسطين وعاشق أرض الجزائر أنا كنعاني وفيكو بفاخر يسلم ترابك يا الأرض الخضراء يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من بين فلسطين وسام الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. شعبك الطيب يا هالجزائر يعيش بمحبة مع طير الطاير فلسطين دمي عشق الجزائر اسألوا عنها الشهداء المليونة فلسطين وعاشق أرض. مرحبا متابعينا الكرام ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتنا حسام بالحاج. برحب بكم أحبابي الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا. حلقة جديدة في ميدان فلسطين قطاع غزة بالتحديد. طبعا كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وفلسطين والقدس والجزائر والدول العربية بألف خير، كل عام وشعب الجزائر العظيم وهو في أحسن حال وبأمان واستقرار وطمأنينة. حلقة جديدة في ميدان فلسطين اليوم، طبعا بنشوف الأحداث ورفع علم فلسطين في كل أنحاء وزوايا الجزائر، فاليوم وفخرا واعتزازا بهم حبينا ننزل وخلر هذا العلم الجزائري يرفرف في جميع مناطق قطاع غزة فخرا واعتزازا بهم. تعالوا نشوف ردة فعل الناس شو سوت وشو عملت لما شافت هذا العلم برفرف في شوارع قطاع غزة بالتحديد. طبعا بنأكد المحبة والمعزة الموجودة بيننا وبين الشعب الجزائري العظيم ونحن نفتخر ونعتز بكم، وسيأتي اليوم لنصلي كما نصلي في منازلنا وفي بيوتنا وفي محافظاتنا ودولنا سواء الجزائر أو فلسطين، سنصلي سويا في القدس بإذن الله تعالى. طبعا بعد نشوف حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد، ويلا معنا على الحلقة. مرحبا يا غالي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. أتمنى أنك كل عام بخير. لا وأنت بخير بالصحة والسلامة. الله يسعدك يا رب، حياك الله. بدنا نسألك سؤال في مجال، تفضل حضرتك. الله عليك. اليوم حلقتنا عن أهلنا وأحبابنا في دولة الجزائر، أنت كفلسطيني إيش بدك تتمنى تهنى أهلنا في الجزائر بمناسبة عيد الحمد؟ أول حاجة أنا بتقدم لأهلنا في الجزائر والشعب الجزائري والقيادة الجزائرية، بقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعني يكون عيد سعيد عليكم في الجزائر وعلينا في فلسطين برضو. طب نسألك سؤال، انت كفلسطين تتشرف تحمل علم الجزائر ولا؟ اكيد انا بحط علم الجزائر على راسي. طبعا الجزائر طول عمرها من بدايات التحرر وهي واقفة مع قضيتنا الفلسطينية، واحنا كفلسطينيين بنتخذ من الجزائر قدوة على طريق التحرير. الجزائر قدمت 1,000,000 شهيد عشان تنال الحرية والاستقلال، وإن شاء الله إحنا بدعم إخواننا وأهلنا في الجزائر ورئيس الجزائر حنال الحرية والاستقلال إن شاء الله في فلسطين بإذن الله. علم الجزائر بين إيديك، إيش الإحساس اللي أنت حاسس؟ أنا بحس إن أنا حامل علم بلادي، الجزائر هي بلدي زي ما فلسطين هي بلدي، وكل التحية والاحترام لأهلنا في الجزائر وللقيادة الجزائرية وللرئيس الجزائري. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. مرحبا يا غالي. هلا مرحبا. الحمد لله تمام. كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحة والسلامة. أجواء العيد. والله لوز أجواء العيد، كل أجواء حلو، وعيد مبارك، عيد لحم وعيد طشاء. لحمة؟ على رأس أهالي يعني وجمع صلة الرحم وهيك. كل عام وانت بخير. طيب لنسألك سؤال، الأحباب إن في الدول العربية هم دولة الجزائر، أنت كفلسطيني تفتخر تحمل علم الجزائر ولا لا؟ طبعا بفتخر. ليش؟ الجزائر بلد الثانية وحبايبنا وعزوتنا، واقفين بالقضية الفلسطينية معنا، يعني هم شعب واحد احنا بس ودم واحد برضه. طيب انا مهديك علم الجزائر هذا وانت ماسكه بين ايديك، ايش شعورك وايش احساسك؟ احط ايدي فوق راسي قبل ما امسكه. يا عيني علي. طب ليش؟ يا اخي والله اسمع، حب الجزائر في قلبي، يعني الجزائر مش عارف كيف اقول لك، كيف اوصف لك اياها، يعني قبل ما اقول الجزائر بدي احكي معاني كثير بتحمل كلمة الجزائر، الصمود والعزة والمحبة واشياء كثير، يعني حتى لو بدي اوصف من هلا بكره مش اخلص. واحنا حاملين العلم بدنا نقدم تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك لنا في الجزائر. بحب اوجه لها انه حبيبنا في الجزائر، بقول كل عام وانتم بخير وحبايبنا واهلنا، وان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وكل سنة وانتم طيبين، صحة والسلامة. العلم نديهم تحية النصر تبعتنا. بنفع. مرحبا حبيبي.
الله يسعدك. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب؟ وانت كل عام وانت بخير، مالك فيش مال؟ الصحة والسلامة. كيف امورك؟ الحمد لله. ده طيب نسألك سؤال عن اهلنا في الجزائر. اول حاجة، بتتشرف تحمل علم الجزائر؟ اه والله بتشرف. ليش؟ يا عم وقفوا معنا كتير، واهل الجزائر اخواننا. ايش بتقول؟ لف. الجزائر بلد المليون شهيد، ضحت بمليون شهيد من اجل قضية فلسطين، واحنا بنتشرف عروسنا من فوق اخواننا في الجزائر. يعني بتتشرف تحمل علم الجزائر؟ على راسي من فوق. ايش بدك تقول كلمة حلوة لهنا في الجزائر؟ يا عمالنا الجزائر انتو اخواتنا وانتو ابطالنا وانتو قدوتنا في الحياة كمان. تشكروا لهم؟ كل اهل الجزائر عراسنا من فوق، والف تحية لهم. نعمل لهم تحية ممكن؟ يلا. الله يرضى عليك. ابتار حبيبي كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يرضى عليك، طمنا عليك. تمام الحمد لله. نعم انت. وانت بصحة وسلامة. اليوم تاني عيد من عيد الاضحى المبارك، كيف العيد معك؟ الحمد لله رب العالمين. كويس تمام، فرحة حلوة للجميع الحمد لله دائما أبدا. طيب بتعر، بما أننا دائما سايرين على نهج الجزائر وطلعت معنا كتير، اليوم نازلين في عيد الأضحى المبارك، نسأل الفلسطينيين اللي بنعرفهم واللي بنعرفهمش، تتشرف تحمل علم الجزائر ولا لا؟ أكيد. ليش؟ بعتبره شاحن. وشاح كيف يعني؟ بعتبره رمز، أنا شايل رمز دولة بحبها. صوت وانت حامل علم الجزائر في غزة؟ بتشرف فيه، انا بتشرف فيه، علم الجزائر بتشرف فيه. ليش؟ انا بحب الجزائر، بحب شعب الجزائر من وانا يعني من وانا صغير. تيك لو قدناك اياه هدية بتستقبل الهدية؟ بحطه على راسي وببوسه هيك على راسه. بتار الله يسلمك. انا هيك هذا لازم الفه علي هيك واتصور فيه والعالم كله يشوفني وانا بتصور بعلم الجزائر، بتشرف فيه. اليوم حبينا تاني عيد ايام عيد الاضحى المبارك نقدم تهنئة لاهلنا في الجزائر. بقول لاهلنا واخوتنا في الجزائر كل عام وهم بالف الف خير، والله ينعاد علينا وعليهم دائما ويكونوا بصحه وسلامه واقتصادهم يكون قوي، واتمنى من الله يكونوا ينافسوا دول الكبرى، يكونوا سند دائما لفلسطين ان شاء الله. والقدس عاصمه لمين؟ عاصمة فلسطين الأبدية بإذن الله. شرفنا فيك وكل عام. كل احترامي لك، شكرا كثير. ميدو حبيبي كيف حالك؟ حبيبي يا حسام يسعدك. بتفرفر وبتبسط لي في الكبار وفي الصغار، ليش؟ والله يا حسام يعني احنا واجب، يعني المحبة من الله حلوة، محبة الأطفال أهم حاجة طبعا. الله يكرمك دائما يا رب يسعدك. طيب ميدو حبيبي عندنا سؤال لك، طبعا أنت عارف أنت طلعت معنا حلقات على الجزائر، كل مرة بنحكي نطلع عن تاريخ الجزائر، عن أحبابنا للجزائر، عن محبة الجزائر، اليوم بدي أقول لك أنت في عيد الأضحى المبارك تتشرف تحمل علم الجزائر تمشي فيه في الشارع ولا لا؟ أنا مش بتشرف، هذا العلم بنحط هيك، يعني كيف أقول لك؟ هيك بنحطها على الكتف، لأنه أول حاجة بمناسبة عيد الأضحى كل عام والشعب الجزائري بألف خير، وكل عام وأهلنا في الجزائر بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والبركة، وإحنا دائما في فلسطين وفي غزة بنفتخر في دولتنا الجزائر وأنتوا على رأسنا من فوق. إحنا كفلسطين إيش بدنا نعمل في علم الجزائر؟ علم الجزائر على الرأس ونمشي فيه. يلا نمشي فيه، نزل المايك ونمشي. نمشي. يلا روح. مرحبا يا غالي. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة. جاي مبسوط هيك اول ما شفت علم الجزائر من بعيد، ليش؟ صراحة يعني ليش؟ لأنه دولة منتمية لفلسطين كتير. أول حاجة، ثاني حاجة إن أنا نفسي أطلع عليها. يعني؟ طيب نفسك تطلع تحكي عن الجزائر، إيش بدك تحكي؟ والله الواحد بحبها يعني زي ما بحب فلسطين. طيب احنا سؤالنا لهذا اليوم، انت كفلسطيني وفي عيد الاضحى المبارك تتشرف ان تحمل علم الجزائر ولا لا؟ بتشرف. ليش؟ ايش؟ ليش؟ عشان انا بحب الجزائر. يعني عشان بدنا نقول لهم كلمة حلوة بمناسبة عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير وان شاء الله منظوركم عن قريب. بدنا نقول للجزائر تحية فلسطين كيف؟ تنعمل واحنا حاملين علمهم. على راسي كل التحية لك. هاي علم الجزائر. فرحة أهلنا دوما في شعب فلسطين فرحة لا توصف عند رؤيتهم العلم الجزائري، فبكل تأكيد المحبة نابعة من القلب والروح والوجدان، فكل التحية لأهلنا في دولة الجزائر من قطاع غزة فلسطين، بنوجه لكم كل التحيات وكل التبريكات أيضا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله تعالى كما جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا في القدس الشريف داخلينها محررين قالين الله أكبر الله أكبر، قد تحررت فلسطين من دنس الاحتلال ولا مكان للصهاينة
وسط الفلسطينيين أو الجزائريين. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وفلسطين والجزائر والقدس بألف خير، وإلى اللقاء. شعبك الطيب يا هالجزائر يعيش بمحبة مع طير الطاير، فلسطين دمي.